الرب يسوع المسيح في كل مكان كان بيسير فيه كان بحول الجنازة إلى فرح، والمناحة إلى تهلل وإلى رقص. مرة في ابنة كان عمرها 12 سنة ماتت، أقامها الرب يسوع. ومرة في ابن وحيد أرملة نائين أقامه، لأنه كان هو يعتبر عمدتها، يعني الشخص اللي بيشتغل حتى يجيب الخبز للبيت، أقامه وحول الجنازة. ومرة تالتة كان في العازر في بيت عنيا مات وأنتن 4 أيام في القبر، أقام العازر وخلق فعلا إنسان جديد. وطبعا في معجزات كثيرة، إذ قال يسوع: العمي يبصرون والصم يسمعون والموتى يقومون والبرص يطهرون والمساكين يبشرون. طبعا والأرواح الشريرة كانت تخرج من الناس بقدرة الرب يسوع المسيح.